الخدمات الصحية داخل المديرية الآن تشكل عبء وضغط علينا كبير لسبب تعرض جميع المستشفيات للدمار. مبنى قديم ومتآكل غير لائق كمبنى طبي بخدمات الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية. طبعاً الأضرار التي كان يعاني منها المرفق الصحي عدد الأبواب ونوافذ، كل ما يتعلق بالبنية التحتية للمبنى الصحي ليست بالشكل المطلوب. الخدمة الصحية كان يعني مدهورة ما يحصلوناش، حتى الولادة كان والتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل والدنيا كلها مغلقة والمطافي وكل حاجة كان يعني ياتون حتى لما هني ورجعون. المنطقة الآن ذات كثافة سكانية عالية يتوجهوا إلى هذا المستشفى من أجل الخدمات المجانية المقدمة في هذا المستشفى. ونواجه نقص في المباني، حتى عدد الغرف الآن لو تشوفوا الآن معي غرفة الولادة نرجع نرقدهم في الطوارئ والصالات. هذا فتح للناس باب من الأمل. الحاجة الثانية إنه لبى احتياج ومشاكل كان يعاني منها المرفق الصحي. طبيعة التدخل هو ماشي على 4 مكونات، المكون هو توفير طاقة شمسية، المكون الثاني الأثاث، والمكون الثالث التجهيزات الطبية، المكون الرابع اللي هو البنية التحتية لتحسين من أداء وتشغيل المرفق الصحي. كم من أول أشعر بتآسة واليوم أشعر براحة. أجا في وقت كنا في أمس الحاجة إلى إيجاد هذا الدعم.